لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف للتعليق على الموضوع من عمان رئيس تحرير السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل، بداية مرحبا بك. ما تم تسريبك من أن العبادي كلف لجنة بإجراء مباحثات سرية للتفاوض مع أربيل وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة، هذا الأمر كيف تقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. العملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق لا يمكن أن تتم أو تمضي إلا على ثلاثة أركان، هي أركان شيعة وسنة وكراد الاحتلال. وبالتالي فالنظام في بغداد يحتاج إلى إعادة علاقاته بشكل أو بآخر مع الحزبين الكرديين الأساسيين في شمال العراق لاستمرار أو لضمان استمرار هذه العملية السياسية الاحتلالية. هذا هو تقييمي لأي محاولة من بغداد لإعادة العلاقات مع الأحزاب في شمال العراق. أستاذ مصطفى، يعني إلى أي مدى يمكن أن تخرج تلك اللجنة ربما بتوصيات تسهم في حل الأزمة بين بغداد وأربيل؟ عندما يرغب من يعني يضبط إيقاع العملية السياسية والخلافات والصراعات بين أقطابها، وأقصد بذلك الطرفان الأمريكي والإيراني، عندما يرغبون بحل هذه القضية سيعزون إلى هذه اللجنة بتقديم مقترحات يعني تلقى قبولا من الجانب الكردي، وبنفس الوقت الإعاز إليها بقبول المقترحات التي ترد من الجانب الكردي باتجاه بغداد، وبالتالي ستشهد هذه الأزمة انفراجة. يعني إلى أي مدى ممكن أن يتم يعني استثمار هذه الأزمة لأغراض انتخابية؟ يعني أنت ذكرت حضرتك أن اللاعبين الرئيسين هما اللاعب الأمريكي والإيراني، ولكن هل من أطراف ربما تريد أن تنتهز هذه الفرصة لأغراض انتخابية من وجهة نظرك؟ بالتأكيد هناك نوع من التصعيد والتحشيد السياسي لأغراض انتخابية في هذا المجال، لكن الأساس هو يعني المشروع السياسي الأمريكي الإيراني المشترك في العراق وكيف يمضي في هذه الفترة، لأن المشاكل الجدية حقيقية بين الأطراف المشتركة في هذه العملية السياسية، وبالتالي يجب على رعاة هذا المشروع إيجاد مخارج لهذه الأزمات وعدم وصولها إلى خوانق تهدد بانهيارها بشكل كامل. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.